ماشي. ايه الجميل ده بقى؟ سهل قوي، شكلها برضو مبسطها لك قوي. بص، عباره عن ايه؟ عباره عن جوز هند ناعم، عباره عن فستق، عباره عن حليب مكثف وشويه ماء ورد. هنا بقى الجديد، هحشيها مارشميلو اهو، شايفه ازاي؟ ولا هعمل اي حاجه ولا هسوي، هو كده زي ما هو. تقدري تعملي حاجه ان انت تاخدي بس جوز الهند ده وتحطيه جوه في الفرن تحمصيه، لو عايزه تعملي كده اعملي كده، عايزه تشتغل عليه وهو ابيض كده برضه يشتغل معاكي، يعني تقدري تحمصيه وتقدري تاخديه وهو ابيض. هجيب عندي بوله، حط عندي جوز الهند الناعم، حلو جدا ما شاء الله، شويه ماء ورد او ماء زهر. بعد كده بقوم حاطط عندي شويه فستق صغيرين او اي نوع مكسرات عند حضرتك، ونقلب نديرهم مع بعضهم. جميله يا استاذ حمدي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الحليب المكثف، نقوم حاطينه ونسمغ بيه جوز الهند اللي قدام حضرتك ده. بناخد دي بقى كده، بص يا استاذ حمدي، نعملها كده، نفتحها كده، وبعد كده نقوم حاطين عندنا المارشميلو هنا. لا ده حاجه هتاكل صوابعك وراها كده، ونقفل ونسمغ ديت، تبقى زي الكوره كده. ايه رايك؟ مفيش اسهل من كده. ونقوم واخدينها حاطينها فين؟ على صاج بالشكل ده هنا. حاضر، شايفه التسميغه؟ طيب ما اتسمغتش معاكي ولقيتها بتفرون منك، اديها شويه لبن مكثف تاني. المارشميلو انا جايبه اهوت، قسم الواحده على اتنين، حاطينها كده وبنبدا نقفل. مفيش اسهل من كده. يا نهار ابيض، ديت بقى بعد ما تاخد شوكولاته موضوع تاني خالص. بص، بتاخديها كده زي ما هي وتقوم حطها فين؟ في التلاجه شويه. بعد ما بتحطها في التلاجه بيكون عندك شوكولاتات، ادي الشوكولاته الحليب اللي قدام حضرتك ديت، وعندنا شوكولاته بيض اهو، مفيش اسهل من كده. حليب مكثف بعد ما بيطلع بيتحط، بتسمغيه تحطيه في التلاجه، بعد ما تطلع من التلاجه وقبل طبعا ما تحطيها بتحط لها طبعا ايه، مارشميلو في النص، وبعد كده بتبداي ان انت ايه، تحطها في التلاجه تسمغ وتحطيها شوكولاته كده بالشكل ده. وبعد كده نقوم جايبين عندنا الشوكولاته البيضة، نجيب عندنا المقص، نعمل كورنيه محترم كده صغير، ونمسك كده خيوط بيضة عليها من فوق، مش مشكلة عادي. أول لما الكورنيه يعمل كده هو، بصي تقوم عاملة كده يشتغل معاك على طول، بصي ينشف معاكي. ساعات بيبقى مثلا ايه، اتكتل حاجات بسيطه، ما احنا الشوكولاته المصري ما شاء الله عندنا حاجه ايه، حاجه فل يعني، حاجه من الاخر، فبنضطر ان احنا ايه، لازم تسيحيها على حراره محترمه، يعني حراره هاديه جدا، غير المستورد. المستورد مجرد ما تحطيها بتلاقيها ساحت. الطبيعي الشوكولاته الطبيعي تحطيها على اقل درجه حراره تلاقيها ساحت في بقك. عشان كده لما كنا زمان كنا بنيجي نعمل تيست على شوكولاته مثلا، لازم نعمل على شوكولاته الدارك اللي هي الغامقه، ما هي دي اساس الشوكولاته. الحليب دي بتخش فيها الابيض، والابيض ده صناعي. الشوكولاته الاساسي بتطلع من ثمره الكوكا، ثمره الكوكا دي بيطلع منها البذور وبتتنشف، وبعد كده بيطلع منها الشوكولاته الغامقه. ونسبه الكوكا بتختلف، اللي هي المراره اللي بتبقى موجوده في الشوكولاتات. كنا بنقيسها ازاي؟ تحطها تحت لسانك، اللسان اصلا بيبقى له درجه حراره، فبنقيسها بقى مجرد ما بتحطيها بتدوب على طول ولا بتاخد فتره على ما تدوب. لو خدت فتره على ما تدوب هذه مش طبيعي 100%، طبيعي اللي اول ما بتحط اي شوكولاته هنا تسيح تحت لسانك، تحت اللسان مش فوق اللسان، فاهم ازاي؟ شويه فستق صغيرين، هل في حاجه تانية ممكن نعملها؟ احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نديها خيوط بس من غير ما نحطها كلها في الشوكولاته.
اهو. بسم الله. يلا ساعة الباشا عشان نقرا التطبيقات. آخر واحدة ناخدها. تعالى يا أستاذ حمدي نفتح لك واحدة كده من النص اللي واخدة الشوكولاتة ديت. شوف الجمال بتاعها وهي كده طرية الشوكولاتة لسه بتشد، نديها فستق من فوق. الله عليك يا أستاذ. هنا نقوم واخدين عندنا واحدة تانية نعملها بالأبيض. ازاي بقى بالابيض؟ بص يا استاذ حمدي، هنا فستق وهنا شوكولاته، بتقوم واخد الشوكولاته كده. اظن دي اسهل واحده صح؟ اهي شوكولاته كده زي اللي ايه التكنيك بتعملي بتي فور بالظبط. تحط الشوكولاته وتقومي حاطه ايه فستق. وانت وذوقك بقى يعني الحاجه ديت بجد، يعني احنا بنعمل مثلا ايه بنوريك فكره، لكن في حاجات انت لو قاعده ست البيت والله انا تلات ارباع الشغل خلي بالك الديكور والحاجات ديت والبرزنتيشن اللي بيحصل في الاخر ده خلي بالك بيبقى من وحي الخيال، يعني ما بيبقاش والله انا مرتب له قبل ما اخش الهوا. طيب ايه اللي انا مرتب له قبل ما ادخل الهوا؟ المقادير دي اول حاجه عندي اللي هي الحاجه بالجرام، لكن الديكور بقى والفينش النهائي بتاع الحاجه ديت لا طبعا والله 90% او 99% منها مش بكون محضر لها، وهي بتبقى على الهوا ببدا ان انا اشتغل. خلصنا كده نجيب عندي اطباق راكل الجميله ديت. النقشه النهارده تحفه، اجيب دي ونجيب دي برضو. وتعالى يا استاذ حمدي نجيب عندنا بلانش صغيره ونجيب واحده من ديت ونفتح. بص الجمال مارشميلو بقى من جوه، حاجه من الاخر. هتاكلي هلا هتاكلي حاجه متكلفه، يعني الشكلبه بالفستق من جوه بماء الورد الخفيف قوي، معلقه صغيره فتعملك الكلام الحلو.